مساء الخير لكل متابعين هيدروجين جيم والمش متابعين، ولكل الرياضيين وعشاق رفع الأثقال والمش رياضيين. خليكم مع اليوم صارت الشباب، في عندي تحديات، مسابقات، جوائز. خليكم مع تحدي الأبطال. يلا بتحدي الأبطال راح يكون معي مجموعة من الأسئلة الرياضية راح نسألها للمشتركين، بالإضافة لمجموعة كبيرة من التحديات يلي راح نشوف مين الفايز فيها ومين القوي فيهم. جاهزين؟ أنا جاهز. يلا. أكثر عدد في دقيقة واحدة. بعدنا بالتحديات شغالين يا شباب، والموضوع كبر وصار أقوى وأقوى وأقوى. خليكم معنا متابعين عشان نكمل التحديات ونشوف مين راح يفوز. التحدي اللي وراي تحدي كثير قوي بصراحة. ما كنت متخيل انه اليوم في جيم بإربد والشمال بهذا الحجم الكبير، بهذا التحدي الكبير، بهذا العدد من المشتركين. زي ما انتم عارفين احنا هون باخر مسابقة من مسابقات هيدروجين جيم. يلا نروح نستلم الجوائز. شكر كثير كبير لكل سبونسر الموجودين معانا اليوم. كارت اكس ميد وذ لاف، ذا كاسل سمايل، وسمايل تكة وشاورما للناس اللي بتاكل بروتين وبتاكل دجاج مشوي، ومعانا كمان بن العربي فايرما، وموجودين معانا سي بلس. زكف كبير لهم، الله يعطيهم العافية. ومعنا طبعاً آخر إشي أهم سبونسر موجود اليوم اللي هم كابس فيت فاكتوري، المتخصصين بجميع أنواع المكملات الغذائية للأشياء اللي بتدعم صحة الجسم، وللاعبين الرياضة اللي مهتمين ببناء جسم مفصل وحلو. الفائز معنا بالمركز الثالث من مسابقة لعب السدر على جهاز البناتا الملقب بميدو، فاوتشرات، قسائم شرائية، أو خلينا نحكي خصومات. الفائز معانا بالمركز الثالث بمسابقة البوشب مكمل غذائي مقدم من شركة كاب فيت فاكتوري، باوتشر من كارت اكس كلاب، وطبعا مقدم من فايرما وتكة وشاورما وسي بلس، وقسائم شرائية مقدمة من ذا كسل سمايل وسمايل. معانا بالمركز الثالث بمسابقة أو تحدي التعلق فاوتشر بالإضافة لهذا الكيس. بالمركز الثالث بتحدي البلانك مكملات غذائية بصنع قسائم شرائية سيدي، بقيهم كيس هدية. محمد الفائز بالمركز الثاني بمسابقة السدر على جهاز بناتا نفس الفاوتشر من كارت اكس، قسائم شرائية وخصومات، وشيل يا طويل العمر شيل. وهيك بنكون وصلنا لنهاية تحدي الأبطال يلي أقيم في هيدروجين جيم، هذا المكان الرياضي الأفضل في الشمال والمملكة. أنا كنت سعيد جدا أني قدمت هذا الإيفنت الجميل، وإن شاء الله قريبا جدا راح نلتقي بتحديات ومسابقات جديدة. كان معكم اليوم ألين جابر من فوكس مالتي ميديا. سلام.